السلام عليكم، أهلا بحضراتكم ورمضان كريم، يعود علينا الأيام بخير جميعا. النهاردة جايين نتكلم كده في موضوعين، موضوع الهدنة وموضوع الحرب اللي هتحصل على لبنان. المخابرات الأمريكية أول مرة تقول إن في هدنة، وأول مرة إن ميم ألف سين توافق على الهدنة. الاحتلال نيتن قال انا هقتحم رفح، بس انا اظن ان هو ايه بيرزع المره دي، لان امريكا بتقول له ايه خلينا نهدى وتروحوا على جنوب لبنان. هو عايز يجتاح جنوب لبنان عشان يرجع سكان الشمال عنده في الجليل الاعلى يعيشوا في اماكنهم، يعني مش اماكنهم ولا حاجه يعني، بس ايه يعني مجازا يعني. فهو ايه عايز يرجعهم تاني للمكان بتاعهم في الشمال، فهو عايز يحتل جنوب لبنان عشان يزق الحزب ورا نهر الليطاني 40 50 كيلو كده، فايه الصواريخ ما تجيش عليه، يعمل منطقه عزله كبيره كده في الجنوب اللبناني. طب ده فايدته ايه؟ فايدته مش فايدته يعني. طب هو ده هيعمل هدنه ليه؟ عشان ما يفتحش جبهتين على بعض في نفس الوقت. طب بصوا يا جماعه، انا لا اثق في نيتن ولا في قيادات الحركه، ان الفيلم كله كان الهدف منه مصر. فهل هما بيعملوا حركه اللي هو ايه ده احنا بنبص كده على لبنان، بس هو الهدف بتاعنا ان احنا هنفتح الجبهه المصريه؟ الله اعلم، محدش يقدر يجزم لا. وفعلا هي محاولة لفتح الجبهة المصرية دي تبقى جنان بالنسبة لهم، دي دولة انت ماضي معاها اتفاقية سلام ودولة قوية، يعني ايه لازمة انك تكسب عدائها بفكرة اصلا زي ما الرئيس السيسي قبل كده قال لهم غير قابلة للتنفيذ. فهو حالة جنون عسكري، حالة جنون عسكري، عايزهم عايز يعني ينفخ الدنيا ويدخل الدنيا في حرب. خلاص يا حبيبي مصر رافضة امشي بقى، لكن هو ايه مصمم ان هو يخش الحرب دي. الله اعلم هو يخش حرب مع مصر ولا مع لبنان. انا لا اثق تماما في اي تصريحات هما بيقولوها، لان هو الحرب مع الحزب اصلا مقترنه واقفه حرب قطار. طب ما هي لو مصر دخلت الحرب الحزب هيوقف ولا هيضرب صواريخ ولا اي زفت؟ ما هي دي الفكره، ان هو جر مصر الحرب وخلاص، هي دي الفكرة من أول الصراع يعني. أول يوم السبعة هو بيفكر في الفكرة دي، فكرة زي ما الرئيس السيسي قال فكرة تهجير معناها جر مصر الحرب. فهم بيفكروا ممكن يفتحوا الجبهة المصرية، بس دي جبهة جنونية بالنسبة لهم. هو ممكن يعمل ايه؟ هيقتل كام قيادي في الحركة ويطلع كام أسير، وبعد كده ايه يطلع يضرب في جنوب لبنان شوية ويقفل الفيلم، عشان كده ايه الموضوع هيوسع. ممكن يجتاح جنوب لبنان ده يعني بشكل كبير، بس انا افضل اقول ان السلام بين مصر وبينهم خلاص مبقاش احسن حاجة. يعني لو ما حصلش حرب السنة دي بيننا وبينهم، هتحصل السنة الجاية او اللي بعديها او اللي بعد اللي بعديها، يعني في حالة تصعيد عسكري معاهم. في حاجة اسمها الحوار العسكري، اللي هو انت بتن قواتك تروح الحدود زي كده لما الفرقة الرابعة المدرعة والحاجات دي. فزي ما احنا شايفين ان هو مش مفهوم هو عايز ايه. انا اعتقادي الشخصي ان هو مش ان هو ممكن يقتل كام قيادي في الحزب وخلاص، لكن اجتياح صعب. هو شاف الاجتياح في القطاع عامل ازاي، في ايه يحصل ده الحزب عنده أسلحة أقوى مليون مرة من الحركة، وهيجيله بقى الدعم الإيراني كله، لأن ده إيه ده درة التاج بالنسبة لإيران يعني. فأنا لا أظن إن هو هيجتاح بري، إن هو الناس بتقول فيها يحصل، ممكن أكون أنا مخطئ، بس يعني عسكريا إيه اللي يخليك تعمل كده؟ أنت عسكريا المفروض أصلا توقف. فأنت لو هتفتح مع لبنان أو مصر حرب فده تبقى مصيبة بالنسبة لك، يعني نتمنى المصايب تجيلهم، ولكن يعني لبنان ما عندهاش اللي يدافع فيها. يعني الحزب هيفضل قاعد في انفاقه وفي جبله وفي هيافته، وناس هتموت بس كده. اما لو دخل حرب مع مصر، لا فهو هيزعل جامد. يا رب انصر مصر،
ويعني بنصر لبنان وفلسطين وكل الناس، لكن الراجل ده واضح ان هو مجنون، واضح ان هو مش هيسكت الا لما يخربها. ف يعني نقول في الاخر سيهزم الجمع ويولون الدبر. شكرا وسلام عليكم.